وحدتنا البحثية نتشارك الكوكب للصف الرابع الأسبوع الخامس. الفكرة المركزية: تتغير بنية الأرض باستمرار من خلال العمليات والقوى المختلفة. يتوقع من المتعلم تحقيق الأهداف الآتية خلال هذا الأسبوع: يقرأ النص ذات المستوى المناسب له باستقلالية وبثقة وبفهم حسن، يحدد الفكرة الرئيسة الموجودة في النص، يوظف المفردات الجديدة في جمل جديدة من إنشائه. سيتم التكامل في مادة اللغة العربية من خلال عروض قصصية بحيث تعالج خطوط البحث المختلفة. النص الثاني سيكون بعنوان تحولات الطاقة، الذي يوضح أهمية تحولات الطاقة في حياتنا اليومية، وأن الطاقة لا تفنى ولكنها تتحول من شكل إلى آخر. ثم سيتم حل أسئلة الفهم والاستيعاب: ما هي أشكال الطاقة التي تتحول إليها الطاقة الكهربائية باعتقادك؟ أين تخزن طاقة الصاروخ؟ أستنتج من خلال فهمي للقصة كيف يمكن حول الطاقة إلى أكثر من شكل في الوقت نفسه مع ذكر أمثلة، ويستخرج المهارات اللغوية التي تم إعطاها من بداية العام الدراسي. مع وحدة البحث سنقوم بشرح تفصيلي لتحولات الطاقة، نتأمل العديد من الصور ونذكر مما تتحول هذه الطاقة. مثلا التلفاز أو جهاز الحاسوب يتحول من طاقة كهربائية إلى طاقة ضوئية وصوتية وهكذا. باستخدام مفهوم الارتباط سيتم ربط أنشطة خطوط البحث بمشروع الوحدة، حيث يقوم المتعلمون تصوير فيديو لكيفية الحد من الملوثات البيئية بدءا من بيئة المدرسة من على وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وعافية. ثم سيطبق المتعلم معرفته للوحدة من خلال نشرة التوعية بين المتعلمين حول كيفية المحافظة على نظافة البيئة المدرسية. دمتم بخير وعافية أصدقائي الطلاب.